السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناتي المحيط للشروحات والتقنية. بفيديو اليوم رح نتكلم عن سلسلة أو مجموعة مواقع لإنشاء قرعة أو سحب لاختيار الفائز من بين تعليقات اليوتيوب، تويتر، فيسبوك، تيك توك، انستغرام إلى آخره. طبعا هاي المواقع ممكن تفيد أصحاب قنوات اليوتيوب، أصحاب حسابات أو صفحات الفيسبوك، أصحاب حسابات تويتر، تيك توك إلى آخره، حيث يعمد بعض الناس إلى إجراء مسابقات على حساباتهم أو قنواتهم عشان يزيدوا التفاعل، ينزل على سبيل المثال فيديو على قناته اليوتيوب ويخلي الناس تعلق داخل التعليقات بتعليقات معينة ويقوم بسحب عشوائي من التعليقات، ولما يطلع شخص أو اسم شخص يكون هذا الشخص هو الرابح. طبعا أكيد أنت مش رح تسوي السحب بشكل يدوي وأنما من خلال الموقع. نحن حاليا في هذا الفيديو رح نتكلم عن أكثر من موقع، لكن الموقع الأول وهو الموقع وأفضل موقع لإجراء سحب عشوائي أو إجراء قرعة، هو الموقع الوحيد نوعا ما، يعني حتى لو بحثت على جوجل كثير مش رح تلاقي أفضل من هذا الموقع أو أشمل من هذا الموقع. فهو بوفر العديد من الخدمات ومن بينها إجراء قرعة لكل مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا، بينما باقي المواقع هي مواقع متخصصة، مثلا موقع لإجراء قرعة لتويتر، موقع لإنستغرام، موقع لفيسبوك وهكذا. فأعزائي المتابعين، رابط المقال رح يكون موجود بالوصف، كل ما عليك هو الضغط على الرابط رح يفتح معك بهذا الشيء أو بهذا الشكل عفوا. الموقع الأول واللي هو موقع كومنت بيكر، كل ما عليك هو الضغط على اسم الموقع او النزول الى اسفل والضغط على عبارة رابط الموقع، اضغط هنا راح يفتح معك الموقع بهذا الشكل. طبعا اعزائي المشاهدين هي واجهة الموقع، راح نتكلم على اهم الاقسام بشكل تفصيلي. مثل ما قلنا الموقع يدعم الفيسبوك، انستغرام، يوتيوب، ايضا يدعم تويتر وتيك توك. على سبيل المثال لو اردنا اجراء سحب عشوائي على تعليقات فيديو في اليوتيوب، كل ما عليك هو الضغط على عبارة يوتيوب، بعدها اضغط على عبارة يوتيوب راندوم كومنت بيكر. بعد ما نضغط على القسم راح يفتح معنا الواجهة بهذا الشكل. طبعا مثل ما قلنا اعزائي المتابعين، حاليا احنا عم نتكلم عن طريقة اجراء سحب او اجراء قرعة على فيديو يوتيوب. راح تقوم بعدها بلصق رابط الفيديو اللي انت سويت عليه مسابقة بهذا المكان. فطبعا اعزائي المتابعين انا حاليا راح ادخل الى قناتي واقوم بمشاركه رابط. حاليا في عندي مثلا على سبيل المثال هذا الفيديو، راح اقوم بنسخ الرابط، حصول على رابط يمكن مشاركته. بنرجع لموقع السحب ونسوي لصق. ايضا موجود عندك عده خيارات، بامكانك ترجمه الصفحه للغه العربيه، لكن بشكل عام فلتره او اخفاء تصفية مستخدمين او تصفية التعليقات المكررة. بامكانك تشميل الردود، مثل ممكن بعض الاشخاص يكون مش معلق تعليق عام على الفيديو وانما قام بتعليق او قام بالرد على تعليق احد الاشخاص، بامكانك تضمين التعليقات. على سبيل المثال بامكانك تصفية التعليقات، او بمعنى انك انت تحجب بعض التعليقات اللي تحتوي على كلام معين ومجموعة من الخيارات، لكن احنا ما يهمنا، بامكانك تركهم بهذا الشكل، بإمكانك تعليم على عبارة تضمين الردود. على كل حال نضغط على عبارة احصل على تعليقات اليوتيوب، رح يتم حاليا تحليل الفيديو. مثل ما قلنا 26 تعليق، مثل ما ظاهر امامكم 26. بعدها رح ننزل للأسفل نضغط على عبارة بداية، ورح يبدأ حاليا مثل ما ملاحظين راح يختار الفائز. طبعا على سبيل المثال ظهر عندي الفائز هو فيديوهات منوعة، صاحب الحساب هو فيديو منوعة، مكتوب التعليق، شو قصدك، وين مجمعه، على تاريخ التعليق والتوقيت. طبعا هذا هو الفائز، بإمكانك إجراء سحب مرة ثانية. لو سوينا رجوع إلى واجهة الموقع الأساسية، نفس الشيء عندك الفيسبوك، الإنستغرام، كل ما عليك هو مشاركة رابط المنشور أو رابط الفيديو أو رابط الصورة، أي شيء. ايضا بامكانك اختيار الفائز من بين تعليقات على تويتر، تعليقات الفيسبوك. ايضا بامكانك ادخال اسماء عادية، على سبيل المثال لو قمت بادخال 50 اسم بشكل يدوي داخل الموقع، بامكان الموقع اختيار او تحديد اسم واحد بشكل عشوائي. ايضا تعليق على جروبات الفيسبوك،
تعليقات الانستغرام، ايضا كان موجود التيك توك على ما اذكر، التيك توك. طب بامكانك تعرف على الموقع، لكن انا حاليا اعطيتك اللمحة الاساسية او طرف الخيط مثل ما بيقولوا عشان تبدأ بالتعرف على الموقع او تشتغل عليه. طبعا الموقع جدا رائع، وانا صراحة ما لقيت افضل من هذا الموقع. اما بالنسبة للموقع الثاني وهو موقع جود لاك فايري، وهو موقع مختص بالفيسبوك او باجراء سحب للفيسبوك. كل ما عليك هو ضغط على لوجين، تسجل دخول، بعدها تقوم بلصق رابط البوست اللي انت سويت عليه مسابقة، وتضغط على اختيار الفائز. راح يقوم الموقع بفلترة او تصفية التعليقات واختيار احد التعليقات وتعيينه كفائز. الموقع الثالث واللي هو موقع لاجراء سحب تعليقات على موقع تويتر، تنسق رابط التويت او التغريدة، عدد مثلا لو انت اردت اختيار اكثر من فائز، فائز واحد او اثنان او اربعة على سبيل المثال، بعد الضغط على فينش درو راح يتم اجراء سحب. طبعا هاي الموقع امامكم، بامكانكم التوسع بالتعرف عليها، لكن انا حاولت اني اعطيكم المواقع والمهمة الاساسية للمواقع من دون اطالة. طبعا هذا هو كان فيديو اليوم، بتمنى ينال اعجابكم. روابط المواقع راح تكون موجودة بالمقال بروابط مباشرة ان شاء الله. هذا هو كان شرحنا اليوم، ما تنسونا بلايك الفيديو، اشتراك في القناة لحتى يوصلكم كل جديدنا. كان معكم اخوكم علي من قناة المحيط للشروحات والتقنية، بامان الله.